هاي قنبلة موقوتة هذه راه صرينا أعرف من دارنا. أكثر من 70% من الأشجار كلها ماتت. هشام متعرضة للنزول. الحوش في أي لحظة بيطيح. جريان طبيعي. مية طبيعية طالعة من الأرض وتجري. جميع المساكن الموجودة في هذه المحلة تعتبر عبارة عن جزر عائمة في المياه. كارثة تقرع أجراس الخطر في زليطن. بداية حلول كارثة بين السكان في هذه المنطقة وتتطلب حلولاً عاجلة وجذرية. ما الذي يحدث في زليطن؟ السابق من التحقيق سلطنا الضوء على الكارثة التي ضربت 4 مناطق مختلفة من زليطن. ارتفاع لمنسوب المياه الجوفية حتى باتت تطفح للسطح. برك للمياه واختراق للمنازل. تطرقنا لآثارها الكارثية بكل تجلياتها، ثم حاولنا الوصول لتفسير علمي في أسباب حدوث هذا الطفح الخطير. أما في هذا الجزء الثاني فسنتطرق للحلول التي تم اتخاذها. هل هي على قدر خطورة الوضع؟ ما مدى نجاعتها للقضاء نهائياً على الخطر الداهم؟ وهل تستطيع الجهود الوطنية تولي المهمة أم لا بد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية؟ بدأنا الشغل فعلي في شفط والردم. كميات الشفط كانت رهيبة في الفترة هذه، تقريبا حوالي 4000 نقلة بس في فترة 10 أيام. أيضا كميات الردم تجاوزت 40,000 متر مكعب، ولحد الآن الردم مستمرين فيه، لكن نتيجة الردم المستنقعات الكبيرة زاد ضغط على خزانات المنازل، لأن في نزوح وزاد حجم النزوح بسبب فيضان العديد من الخزانات المنزلية، فاستحالة العيش في منزل والخزان وصل الخزانات يعني كل 3 ساعات وكل ساعتين يتم شفطه. المنطقة مأهولة، منطقة سكنية. الآن نحن نقوم بعملية إسعافية، هذه العملية عبارة عن نشفط المياه، نقوم بشفط المياه وتجفيف البحيرات بالردم. لا زالت الأعمال مستمرة في شفط المياه المرتفعة في بعض المناطق داخل والمناطق المتضررة داخل مدينة زليطن، وهي منطقة انشيع والرماية والمنطرحة، والعمل على قدم وساق، يعني ما يقارب أسبوعان مستمرين في شفط المياه نظر ارتفاع المنسوب، واللي بلغت عدد رحلات الشفط ما تقارب 3000 رحلة شفط خاصة بشكل عام يوسف صحي. بعض الحلول تحتاج إلى مبالغ عالية، وبعض الحلول قد تكون بسيطة. الموضوع يحتاج إلى وقفة مكثفة وجدية من أجهزة الدولة، وتخصيص مبالغ مالية لإعداد قنوات صرف لهذه المياه إلى البحر. للأسف لحتى الآن لم نرصد بشكل واضح انخفاض في المنسوب، المنسوب قاعد في زيادة. يدرون حل ضروري، مش حل أشفط أردم أشفط أردم أشفط أردم المية تزيد والردم يزيد. اليوم جتني غدوة جيل جاري بعد غدوة جيل جاري الثاني، ما ينفعش المية دي، ما ينفعش، الناس طلعت من عشانها. في العموم العملية تحتاج إلى جدية من الدولة، واحتاج إلى تحديد المنطقة هذه، تحديد الحدود المنطقة. والله العظيم جد تقول وادي جاي. هول الكارثة وتشعبها أمام جهود كل الأطراف، إضافة لنداءات الاستغاثة المتكررة، دفعت الحكومة للتدخل من خلال إصدار قرارات عاجلة لكل من وزير الحكم المحلي لتيسير المهمات ودعم الجهود المبذولة، ووزارة الصحة لدعم المواطنين، ومركز مكافحة الأمراض توقيا من فرضية انتشار الأمراض، غير
أن التوصيات التي شددت على حلول مؤقتة تبين أنها ليست جذرية، فما الحلول البديلة المزمع تنفيذها؟ الحلول ما هيش حلول بسيطة، الحلول والعلاج يحتاج إلى دراسات معمقة، يحتاج إلى دراسات كبيرة جدا من خلال جهاز المرافق بتكليف شركات، بتكليف مكاتب استشارية حتى شخص الواقع. بالنسبة للحلول الجذرية نتركها للاختصاص، نتمنى أن المكتب الهندسي يوصل في أقرب فرصة، أو المكتب الاستشاري اللي حيدرس الحالة جيولوجيا وهيدروجيا يقول لنا شنو الأسباب وشن الحلول الاستراتيجية القادمة، هي متروك في اللجنة اللي بتاخد اجتماع الأحد والاثنين القادم، اللي بتاخد تقارير اللجنة المشكلة من جهاز إسكان المرافق لأنها فيها عضوية، وبتقول شنو الحلول على المدى القصير. أكيد بتأكد الحلول المدى القصير معروفة اللي هي الشفط والردم وشبكة صرف سطحية، بتقول على المدى المتوسط، والاستراتيجية اللي هي متروكة للمكتب الاستشاري هو اللي يضع فيها التقرير المفصل، آلية المعالجة والأسباب حتى تكون معنا واضحة. توصلنا مع مكتب الاستشاري الإنجليزي DAR وهاوس كونينج الهولندي. الهولنديين ما ردوش علينا، الإنجليز قالوا احنا مستعدين ندخلوا ولكن نحتاج إلى وصف للحالة بحيث أننا نبقى نعرف وش اللي صاير. الفريق هذا بالكامل دار الحالة متاعها بالدرسها تقرير مفصل. الفريق اللي فيه 9 أشخاص آخرها يوم الخميس الماضي كان عندهم اجتماع في جامعة طرابلس من 10 الصبح للـ5 عشية، وهذا حاضر المهندس معه. أعطونا التقرير بعتناه للإنجليز، قالوا خلاص احنا يوم الاثنين حنبعتوه لكم، الاثنين اللي هو بعد بكرة. قالوا حنبعتوه لكم جوازات السفر أو صور جوازات السفر للفريق اللي بيجي لطرابلس، ديروا له تأشيرات وخليه ينتقل. عند عمارة بنيها حتى في طريق الفندق نسمو فيها احنا بعيدة عن المناطق دي، طريق الفندق نلقوا البدرون معبي وسط السوق، وسط زليطن والسنتر نلقوا البدرون معبي مية، معناها القواعد والسميل والوحدة كلهم في وسط المية. فانهيار المباني قد يكون في فجأة. شكلنا لجنة تشتغل على حصر الأهالي المتضررين بشكل كامل، اللي ما يقدرش يخش حوشة، اللي حوشة مكسر مثلاً أو الشقق يخاف الانهيار. هذه اللجنة حتفينا يعني مع مختاري المحلات بالقوائم وبإيجاد الحلول. وزارة الحكم المحلي تمثل في وزير حكم محلي أعطي الضي الأخضر، اشتغلوا على كل شيء ينفع المواطن الحمد لله، لكن نستنى أن تكون في ميزانيات. منازل اللي يتموا فيه من الشفط لاحظنا مجموعة من الشقوق المؤثرة على أساسات المنازل. الآن في فريق من المهندسين بالتنسيق مع ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الوسطى يدرسوا في آلية علاج هذه المنازل بحيث أن ما تسقطش، لأن لاحظنا منزل في جدارين وقعا أساسا المستنقع، ففي طرق يعني بآلية الحقن للأساسات، في طرق حتتخذ إن شاء الله في الأيام القادمة. خطوات جبارة تسابق الزمن بجهود فردية، فهل رصدت لها التمويلات الكافية؟ لا حد الآن لم تصرف أي ميزانية بسبب بداية السنة المالية الجديدة والسنة الماضية، حتى الآن لم تصرف أي ميزانية، وهذه من بين الأمور اللي تم نقاشها الفترة القادمة. طبعا البلدية حاولت توفر عدد من سيارات نقل الرمال والجرافات، وهذين قاعدين يشتغلوا أيضا توفير الإعاشة للفرق العاملة، جزء كبير متحمله البلدية وجزء الثاني متحملاته شركة خدمات العامة من سراتة، فقاعدين يشتغلوا بالإمكانيات اللي موجودة. الوقت عامل أساسي أمام مثل هذه الكوارث، ودرءاً لمصيبتنا في درنا لابد من تجند الجميع لتقديم الدعم الكامل وتسهيل المهمة لفريق العمل الأجنبي للوصول للسبب وتحديد الحلول الناجعة في كارثة تمثل لغزاً لم تستطع القوى والخبرات الوطنية تفكيكها وفهمها، وهو موضوع آخر محل تحقيق. فما الذي ينقص خبراتنا لنلتجئ للخبرات الأجنبية في بلد يعتبر من بين الأغنى نفطياً في العالم؟